FM. الكلمة ليك. حكينا على الموسم هذايا والفشل في تحقيق الصعود للرابطة الثالثة، المشاكل المادية اللي عانيها الفريق. سي شوقي، الموسم الجاي إن شاء الله كيفاش باش تخدموا عليه؟ شنو محضرين باش إن شاء الله ما تتعاودش نفس الحكاية الموسم هذايا وتحقق الصعود؟ إن شاء الله بالنسبة للموسم الجديد إن شاء الله بقدرة الله، الموسم اللي تعدى ما إلها كان تجربة كما قلت لك، هذه العام الأولاني اللي نشد فيه كرئيس جمعية، والحق خذيت تجربة باهية، عرفت برشا حاجات، تعلمت برشا حاجات، قدرة ربي إن شاء الله بالنقد اللي وصلني السنة وبالتشجيع اللي وصلني شناخو بون النقد، نشكر العباد اللي نقدت ونشكر العباد اللي تكلمت وبيه نقد بناء في النهاية، النقد خاطر واحد يصلح روحه، خاطر برشا حاجات واحد ما يجمش يفيق بغلطاته كي يسمع، معناها عباد خاطر النقد شنو هو؟ معناها واحد يبني عليه، يبني النقد للبناء مش النقد، ثم نقد ثم نقد هادم ونقد بناء، كي يكون نقد بناء يعني مهم. الحمد لله واحد نعرف، واحد يعرف كيفاش ياخو الشيء الباهي من الخايب، وان شاء الله بقدرة ربي باش نواصلوا بقدرة الإله، نجم نوعد بقدرة الإله أهالي مزو بزاف بقدرة ربي الجمعية إن شاء الله في طريق صحيح. أنا باش تواصل إن شاء الله رئاسة الفريق إن شاء الله بقدرة الإله ان شاء الله. بالنسبه للجمهور تاع منزل بوزلف ان شاء الله باش تكون عندكم جلسه، ما نعرفش جلسه تقييميه باش تحكيوا مع الجمهور شنو اللي ينقص، شنو اللي لازم باش المرحله القادمه ان شاء الله تكون خير. اكيد اكيد جدا، هذه حاجه معناها تقييمي، التقييم لازم منه. خدمنا عام كامل لازمنا نقيموا رواحنا من الاول بقدره الله، شنو نعملوا جلسه تقييميه على مستوى المسؤولين شنو نقيموا خدمتنا ونقيموا وش نعيطوا زاده مع الجمهور، شنو نقعد نعملوا قاعده ونقيموا رواحنا، خاطر فما برشا حاجات واحد يسمع وياخذ الباهي من الخايب قدرة ربي، وعلى الشيء هذاك نبنيو باش نحققوا طموحاتنا وطموحات الجهه كل. سي صابر، شنو محضرين ان شاء الله الموسم القادم؟ انا بالمناسبه دي نحب نشكر المسؤولين اللي خدمنا مع بعض، الناس كل في كامل انسجام في كامل التوافق، اجتمعنا برشا خذينا قرارات، كل القرارات خذيناها بالتوافق، ونشكر المسؤولين من الاصناف الكل، من الاصناف الصغرى لحتى الصنف الاكابر فردا فرد، باش ما ننساوش حتى حد، الناس كل خدمنا مع بعضنا وتعبنا مع بعضنا وضحينا مع بعضنا، في الاخر عام ما وفقناش ربي، ان شاء الله عام جاي ربي يوفقنا وان شاء الله. شنو محضرين العام الجاي انت كمسؤول؟ والله تعرضنا احنا لبعض مشاكل السنين، ان شاء الله العام الجاي نصلحوهم ونحاولوا ما نتعرضوا لهمش ونحاولوا نصلحوهم العام الجاي، وان شاء الله ربي يعاوننا باش نطلعوا العام الجاي ان شاء الله. معنا بالتليفون سي محمد ياسين، عضو في الهيئه المديره، حاب يتدخل معنا. سي محمد صحه شريفتك، مرحبا بك. صحه شريفتك، مرحبا بك. حاب نشكر اذاعتك التفاهم على استضافتها الهيئه المديره نادي الرياضي المنزلي وتوصيل صوتها للرأي العام. مرحبا بكم في كل وقت. عايشك ربي اختي. نحب نتدخل في مداخلة صغيرة فيما يخص الانجازات اللي تقوم بها البلدية في منزل بوزلفة، اللي ما رينا حتى دعم من الناس الكل، عايزة يتطور. الناس مصدومة صدقني، حتى نحكي معك ومصدوم، حرقة كبيرة اللي عشناها سنين، معناتها راهو المزية الكل، معناتها نحكي لك المزية الكل راهو مصدومة باللي صار للجمعية سنين. الله غالب، هي مديرة قامت بالواجب، نحب نذكر شي شوقي يعني على الدعم نتاعو للجمعية. الله غالب، بلدية كمنزل بوزلفة من أغلى البلديات في الجمهورية، معناتها منحة ب 40,000 دينار ومخذينا حتى 10,000 دينار من موسم الفرق، والموسم هذايا جيب ورقة هز ورقة ولتو مخذينا حتى شيء، مماثلات كبيرة ومارينا حتى شيء. معناها طالب انت توا البلدية باش تزيدكم في المنحة وتعاونكم يعني بالطبيعة. تشوف الجمعيات المجاورة للنادي المنزلي، مثلا النجم الخليدي 70,000 دينار في العام، جمعية سليمان 100,000 دينار، منزل بوزلفة من أغنى البلديات 40,000 دينار، ما
أنت نقص استفهام في الحالة دي زي كذلك البنية التحتية في الملعب مشكلة في الملعب أسلاب الشباني كلانية وعلى وضعية مزرية للغاية حتى البسكريات يعملوا مش ضد حجرات الملابس معناتها مستغلينهم عبيد ترينة معناتها من حجرات الملابس الحالية لأسلاب الشبان معناتها وضعية كارثية معناتها واحد مش يقول في براكة قاعد مش في حجرة الملابس. واضح سي محمد، ان شاء الله صوتك يكون وصل. يعطيك الصحه لتدخلك معنا سي محمد ياسين عضو في الهيئه المديره بنادي الرياضي المنزلي. كما كنتوا تسمعوا سي شوقي سي صابر حكي على المنحه البلديه وكيف حكي على الملعب مشكلة الملعب اللي كنتوا حكيتوا عليها. ان شاء الله الكل يكون صوته وصل والسلطات المحليه تتحرك والجهويه تتحرك وتعاون نادي الرياضي المنزلي. بالنسبه حبيت نوضح اللي كونوا المنحه نتاع بلديه تصبت نهار الجمعه يعني بعد نهاية الموسم. الناس دفعت نقول من جيبها الخاصة وحاولت كيفاش كملت الموسم بعد جيك 40,000 دينار نعرفش كاملين ولا وما نجموش يكملوا حتى منعرفش ما يغطيوش حاجياتنا حتى شيء. ما يغطيوناش على المصروف اللي معناها اللي صرفناها السنة حتى 30,000 دينار اللي تصبت ما يغطيوناش. بون بقدرة ربي خاطر الجمعية واحد ديما يعدي وإن شاء الله بقدرة ربي. المهم نقلعوا بالجمعية ونطلعوا بها وننساو كل شيء. بالنسبة للفلوس اللي تصبت لنا راهو معناها نشكر المعتمد اللي كونه معناها حرص برشا وقف هو باش تصبت لنا الفلوس نهار الجمعة. معناها لو كان مش هو على الوراق هز وراق جيب وراق. اي نفس الحكاية اللي عانت منها تقريبا الجمعية الكل حكاية الوراق والسي ان اس اس والامور هذيك. لكن الاشكال الكبير القيمة نتاع الدعم. قيمة الدعم ما تعمل حتى شيء. هذه اللي نحب نوصلها للسلطات. راهو الدعم بالنسبة لميزو بوزلفة راهو مستقبلها راهو موجود. سواء في الأصناف الصغرى والأصناف الكبرى راهو مستقبل الكورة في ميزو بوزلفة زاهر. وتبركنا يعني 300 موجز كاملين يعني عدد كبير وعدد مهول معناها بالنسبة للجمعية تنشط في رابطة رابعة نقوله صحيح. لعبنا حتى مع فرق معناها من الأقسام الأولى معناها فرق كبيرة وكانت نتائجنا إيجابية جدا ونجم معناها ثم معناها عندنا قداش جي 4 أو 5 جوارات جمعيات كبيرة تو تحب معناها ياخذوهم خطأ عنا المادة الخام عنا الخامة. لكن الظروف المادية دي كانت خليتنا في الأقسام هذه معنا مطالبين طالبوا بترفيع في الدعم معنا اللي يجي من المسؤولات المحلية والجهوية والوطنية باش فريق ينجم يأمن ممكن حتى 40,000 دينار اختيتهم توا نقولوا ما يأمنوش حتى يعني انطلاق الموسم الجديد ما يأمنوش وانا قلت لك بالنسبة لإشكال منزو بوزلفة لو كان يدعمونا كان السلطة دعمنا كيما جمعيات أخرى مع كل احتراماتي ثم جمعيات معناها تو أنا كي نحكي على منزو بوزلفة جمعية عريقة 1944 واحد معناها كلي يلزم السلطة ترعي للشيء هذايا معناها ماهيش جمعية جديدة جمعية قديمة ما يلزمهاش تكون والإشكال الوحيد أمور مادية هكا هو قدرة الإله يراو كل خير من زو بوزلفة. مشكلة الأمور المادية إن شاء الله تحل الموسم القادم. نعش خليكم كلمة شنو تحبوا تقولوا نبدأ معك سي صابر كلمة أخيرة كيفاش ترى وإن شاء الله ندري هذا منزل بوزلفة للموسم القادم وشنو تحبوا توصلوا. والله إن شاء الله مستقبل منزل بوزلفة إن شاء الله في خير ان شاء الله نخدم الناس كل جمهور كجمهور كسلطة كملاعبية كمسؤولين لما فيه خير للنادي الرياضي المنزلي. النادي الرياضي المنزلي مش بلاصته في الاقسام السفلى بشهادة جميع الملاحظين وجميع الفنيين وجميع الجمعيات اللي نشوف نلعبوا ضدهم الناس كل متأسفة للوضعية اللي وصلت لها منزل بوزلفة وباش نرجع منزل بوزلفة المستوى العادي يلزم نلتف الناس الكل كجمهور وكمسؤولين وكسلطة تعاوننا من برا وبقدرة ربي الجمعية تمشي لقدام وتمشي في خير بقدرة الله. سي شوقي والله حبيت نشكر الجماهير منزل بوزلفة وأهالي منزل بوزلفة ونشكر العباد اللي دعمتنا السنة ونشكر العباد اللي نقدتنا
على خاطر اذا كان نقدنا راهو يتبع فينا ما ولو لما يحب الجمعيه. ان شاء الله بقدره ربي نوعدهم بقدره الاله العام الجاي بقدره الاله الاقلاع يبدا من العام الجاي ان شاء الله. قبل ما نختم معاكم معنا تليفون اخير ناخذوه. سي خالد شريف حاب يدخل معنا. سي خالد مرحبا بك. الو مساء الخير وصحه. صحه شريفتك. شيراس من حالك؟ يا عايشك الحمد لله. لاباس انت؟ لاباس انت الحمد لله عايشك. تحياتي ليك وتحياتي لخويا شوقي وخويا صابر. اني بون شيراز الغالب توجعنا برشا سناك ما رجعناش. ماك تعرف انا شيراز سبقني زاد باش خدمت فيها سابقة وتقريبا تذكرني جيت بحذاك حتى الاستديو. اي بيان سور سي خالد. عام اللي نزل وزلت طلع مع الصعود نزل للرابطة الثانية. على كل شيء بون انا مانيش بنقول حتى شيء في الاهلي. هيئة كلها بريسك جديدة. فما ربي ناس خدمت ناس اعطت كل ما عندها وفرت كل شيء. شيراز صدقني جمعية تنشط في الرابطة في رابطة الهوات وكنقول لك تقريبا 12 14 15 جوار كلهم صاليري كلهم شاري مستخفي شاري. بون ما نعيبوا شوية على شوقي وهو يعرف وحكينا في الموضوع هذايا انه صرفنا فلوس كبيرة بجد. شيراز ناس جدت من جيوبها هذه الحقيقة اللي ما عطاش برشا عطاه شويه نفس كل خدمه لي. شيراز من بين الاخطاء اللي عملناها السنه تصور انت 14 مقابله لعبنا في الموسم ولا 16 مقابله عملنا ثلاثه مدربين. انا غير الخطا الاولاني اثنين الهيئه صحيح صدقني السنه اول عام ريت الكم الهائل من المسؤولين كل فرع تقريبا عليه ثلاثه مسؤولين لكن اللي يغيب انه في نهايه الموسم معظمهم ناس شدت روحها. انا شو نقول ان شاء الله اخويا شوقي استخلص الدرس عرفنا عليه وما اليه ولا يعرف شكون ينفع شكون ما ينفعش خاطر في نهايه الامر راهي بلاد في دين مسؤوليه كبيره في دين شوقي ما يغركش شوف خاطر ما يكفيش انه الشخص هذا يكون يقول لك انا نعاون ونجيب لا لا اخويا اذا كان عندي تحب تعاون وكذا ما يلزمكش واحد تخلي شخص برك ينفرد بالراي. ديما نعاود نقول راهي ناس خدمت بالرسمي ناس لحقت ناس تعبت ناس لاول مره فما عباد لاول مره راها في هيئه مديره لكن برافو يعطاها الصحه. فما ناس بدات اول الموسم وانسحبت امورها واضح. هذه مؤاخذتك انت ونقدك للهيئه المديره الجديده بعض النقاط رايك وصل كمسؤول سابق بنادي رياضي منزل بوزلف. يعطيك الصحه سي خالد شريف على تدخلك معنا. تحياتي وشكرا زينه وتحياتي للخيال اللي بحذاك. يعيشك سي خالد مرحبا بك في كل وقت. كليما نكملوا نختموا بالملاحظات نتاع سي خالد اللي قال لوم عليك ثلاثه مدربين الموسم هذا وكيف كيف كثره المسؤولين قال والانفراد بالراي ربما اما قال الناس خدمت شنو تنجم تجيب. والله الحمد لله شكرنا لكون خدمنا لكن المدربين تجب تقول هذه ظروف مانيش تو منزل بوزلفة ماش جمعية وحدها في العالم ولا تو جمعيات في الأوروب ولا في يبدلوا انترونور اثنين ثلاثة عادي ظروف تحكم. بالنسبة للمدرب الأولاني صارت له ظروف هو اللي حب ينسحب طب مني اللي قال لي ينسحب. بون سي لونترونور الثاني زاد صارت له ظروف مع كيلكو جوار قال ما نجمش نكمل معناها هو اللي انسحب فهمتني ما نجمش يكمل جاء الثالث معناها اللي كملنا به الوحده معناها مش انا الظروف فرضت عليكم باش انتم تغيروا المدرب. معناها ماهيش الهيئه المديره هي اللي قالت معناها جات المدرب قالت ويزي. واضح. يعطيك الصحة سي شوقي شبلي رئيس نادي رياضي منزل بوزلف الصابر غريغش مسؤول عن فرق أكابر بالفريق. كاب اف ام الكلمة ليك.